بسم الله الرحمن الرحيم. كبر دماغك بهذه التمارين. هذا ما يقوله لنا فهد عامر الأحمدي في كتابه نظرية الفستق، يشير إلى أن أدمغتنا مثل عضلاتنا تنمو بكثرة الاستعمال وكسر تحديات جديدة، وهذا يعني أن مادة الدماغ لديك حتى لو كانت ضعيفة ومتواضعة يتبقى لديك الكثير لتعويض ذلك باستعمال تمارين وحيل وإجراءات إرادية صادقة. ويضيف: فلكي ترفع من مستواك العقلي والذهني والشخصي، افعل ما استطعت من النصائح والتمارين التالية. لا تشغل نفسك بدرجة ذكائك، فقط كن مؤمنا بأن الذكاء هو تصرفك الواعي بطريقة ذكية. راقب ما يفعله الأغبياء وحاول معرفة أين ولماذا يخطئون، وبالمقابل راقب الأذكياء وحاول التعلم منهم. ولاحظ أن الأغبياء يكررون أخطاءهم، أما الأذكياء فلا يكررون الخطأ مرتين، كالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ويواصل: اقتصر صداقاتك قدر الإمكان على الموهوبين والأذكياء، فهذا يجعلك تقتبس لا شعوريا مزاياهم الذهنية الراقية. اجعل القراءة ومشاهدة القنوات العلمية والوثائقية عادة يومية أو أسبوعية أو على الأقل شهرية، وحين تقرأ وتطلع لا تقبل الأمور على علاتها، بل تأملها وانتقدها وابحث عن المتناقضات فيها، فهذا من شأنه تنمية ملكة النقد لديك. مارس هواية راقية أو ألعابا محفزة للذهن كالشطرنج والكلمات المتقاطعة. خصص جزءا من وقتك على النت لمتابعة المواقع العلمية وقراءة التقارير والملخصات المهمة. 95% من أفكارك موروثة أو منسوخة. حاول تقليل هذه النسبة ورفع نسبة أفكارك الخاصة والمستقلة. حاول تقليد مثلك الأعلى أو التعرف عليه إن كان حيا، تطبيقا لقول الإمام الشافعي: صحبة أستاذ وطول زمان. سرع معرفتك بكثرة السؤال، وكبر دماغك بكثرة التساؤلات. والسؤال هو ما تطرحه علنا على الغير، وأما التساؤل فهو ما تطرحه سرا على نفسك. ويضيف الأحمدي: تمتع بعقل ناقد وشكاك يرفض تصديق الأشياء قبل تحكيمها إلى العقل والمنطق والمنهج العلمي. لا تتبنى الأفكار بحسب قائلها، إن أحببته قبلتها وإن كرهته رفضتها، بل بحسب منطقيتها ومعقوليتها. الفيتامينات والتمارين الرياضية والتغذية الجيدة وشرب الماء بكثرة تزيد تدفق الدم للدماغ وتغذيه بشكل جيد. قلل متابعتك للمواقع السطحية ووسائل التواصل الاجتماعي كي لا يألف دماغك السذاجة والسطحية. استغل أوقاتك الضائعة بعمل ذهني مفيد كالاستماع لكتاب صوتي أو محاضرة أثناء قيادتك للسيارة مثلا. لا تخشى الاطلاع على الأفكار التي تخالف ما نشأت عليه، فبهذه الطريقة فقط تتعلم أشياء جديدة. ناقش الأشخاص الذين يختلفون معك، فأصدقاؤك الذين يتفقون معك لا يزيدون حصيلتك المعرفية. سافر إلى بلدان غريبة تختلف مع ثقافتك المحلية، فبالاختلاف والمقارنة نتعلم ونصبح أكثر ذكاء.
تنظيم وقتك ليس مفيدا لحياتك فقط، بل ولدماغك الذي يعمل بشكل أفضل وأسرع بوجود برنامج وجدول. ضع لنفسك خططا تتفاوت بين ماذا ستفعل الأسبوع المقبل إلى أين ستكون بعد 10 سنوات من الآن. حاول إتقان لغة أجنبية جديدة، لأن من شأن ذلك ليس فقط رفع نسبة الروابط العصبية في دماغك، بل ويفتح لك نافذة فكرية وثقافية كبيرة على عالم جديد ومختلف. اخلق لنفسك عادات ناجحة ومستمرة. احرص على أن تكون ثقافتك متوازية وشاملة، لأن التركيز على جانب واحد يضعك في قوقعة الالتزام الفكري وضيق الرؤية وتقديس المظهر. وتذكر أن من لا يعرف طريقة تفكير الآخرين يعتقد أنه الرجل الأكثر ذكاء في الكون.